السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غادي نشارك معكم واحد الأكلة ديال القوق، كتجي زوينة بزاف وباللحم طياب مغربي أصيلي، ولكن كله الطريقة ديالته. أنا غادي نشارك معكم حتى أنا الطريقة ديالتي. غادي نبدأ على بركة الله. عندنا اللحم راه كديروه على حساب الافراد العائله، راه ماشي ديروا نقول لكم ديروا جوج كيلو ولا كيلو، ولا كديروا داكشي على حساب الافراد العائله ديالكم، كل كيدير على حسابه. انا عندي هنايا اللحم ديال الكتف، الا عندكم اللحم ديال الملج احسن، تيكون الملج تيكون فيه واحد جيلاتين تيكون زوين، كيلبي المرقه تجي زوينه المرقه. عندي انا هنايا الكتف، اللحم ديال الكتف. عندي القزبر ومعدنوس، عندي تديروا الجهد ديال دوك ثلاثه المعالق ديال حتى الاربعه كاع ديروهم ديال القزبر، وديروا جوج معالق كبار ديال المعدنوس مخلطين. عندنا زيت الزيتون، وعندنا التوابل. عندنا هنايا معلقه تنعبر بهذه المعلقه هذه، عندنا معلقه عامره ديال السكينجبير، وعندنا الزعفران، وعندنا معلقه عامره ديال السكينجبير ديال الخرقوم، وعندنا نص معلقه ديال البزار، وعندنا نص معلقه ديال معلقه صغيره ديال الملحه وزعفران. صافي هادو هما اللي عندنا ديال التوابل. وعندنا الفصوص ديال الثوم، عندنا هنايا 6 ديال الفصوص ديال الثوم. القوق تيبغي الثومه، قد ما كثرتوا الثومه تيجي احسن. عندنا ثلاثة ديال البصلات، عندي هاد البصيلات هادو درت ثلاثة حيت صغيورين، بحال درت جوج كبار. درت هادو، عندي واحد النص ديال الحامضة مرقدة ها هي، وعندي القوق هذا، انا شريت هذا. دابا انا غادي نقطع البصلة، نقطعها ضادينين، نقطعها صغيرة، وغادي نتلاقاو باش غادي تشوفوا ونقطعنا هاد الثومه. ودابا غادي ندير الزيت. غادي الزيت كديروا الجهد ديال كاس لاروب ديال العنبه، حيت تيبغي ليه دم هوايه القوق، راه ماشي المرقه ديال القوق بحال الخضار عاديه. ها انتما دابا البصله، انا غادي ندير البصله. غادي ندير اللحم، السيترون تنديرو غير داك اللب هذا كنحتفظو به باش نخليو للديكوراسيون. غادي ندير العطريه كلشي، غادي ندير حتى الزعفران. الربيع غادي نخليه من بعد، ما غاديش نديرو دابا. عندنا هنايا جلبانه، واحد الزلافه ديال الجلبانه، ها هي الجلبانه اللي غادي ندير نرافقها مع القوق. دابا العناصر كلها كنخلطوها، ها نتوما بحال ما هكا. ودابا انا غادي نخليها واحد شويه تقلى، غير واحد 3 دقائق 4 صافي، وغادي ندير المرق اللي غادي يكفاني في الطنجره. ودابا انا غادي نقلب اللحم، هانتوما. دابا انا غادي ندير المرق اللي غادي يكفاني، غادي نزيد واحد صافي. غادي ندير دابا واحد الشويه ديال الربيع، والنص غادي نخليه حتى تنبغي نلوح القوق عاد باش غادي نديرو. انتما بحال ما هكا غنخلي هذا حتى نبغي نلوح الجلبانه ونلوح القوق، وغادي نديرو.
ودابا انا سديت الكوكوت، غادي نسد عليها واحد 6 ديال الدقائق وغادي نحل، حيت اللحم ما عنديش كبير. دابا القوق هنايا تنقطعو كندير ليه بحال ما هكايا بحال هكايا، وكنعصر السيترون في الماء بحال ما هكايا باش ما يكحلش ليا، يبقى على اللون ديالو. هانتوما صافي، هادشي هوايا. دابا غادي نتلاقاو بعد ما غادي نحل الكوكوت. ودابا هانتوما هي بعد ما بدات كطيب لينا، غادي دابا ندير القوق، غادي ندير ليه بحال ما هكايا، ندير هاد العواد هادو ها تنقيهم انا ما كنلوحهمش، تيجيو زوينين. كنديرو الجلبانه، وهاد القوق انا كنشدو كندير ليه بحال ما هكايا، كندير ليه السيترون بحال ما هكا باش تيبقى ما تيفقدش داك اللون ديالو. بحال ما هكا دابا انا كنحط القوق بحال ما هكايا، عاد كنحط عليه المريقه بحال فوقه، كندير الربيع بحال ما كنديرو في الوسط ديال القوق. حيت هو القوق تيبغي النسمة زوينة ديال الربيع. هانتوما بحال ما هكايا، كنخليه يدخل ليه شوية ديال المرق. ودابا انا غادي نسد الكوكوت، غادي نسد 10 دقائق وغادي نتلاقاو. ودابا بعد ما حلينا الكوكوت هانتوما هي، درت هذوك القشور ديال بعد حليت الكوكوت، راه درت هاد القشور هادو ديال الليمون اللي قلت لكم نزوق بهم. هانتوما الكوكوت دابا انا غادي المريقه راه هي هذيك صافي. الا لقيتو المرقه ما شربتش باقا كثيره، كتعريو على الكوكوت بحال ما هكايا وكتجهدوا شويه النار وكتقابلوها باش ما تحرقش ليكم ولا شي حاجه، كتخليوها تتوكح شويه وكتسدوا عليها. دابا انا غادي نسد عليها صافي. ودابا انا غادي ندير في الطبق ديال التقديم، انا درت معاها هاد الشطيضه، كنتمنى تعجبكم بحال كيف ما ديما راه نقدمها ليكم. ودرت هاد الخبيزات هادو، هانتوما نوريهم ليكم. دابا ان شاء الله رانا ديجا شاركت معكم الخبز، هانتوما هي درت هاد الخبيزات ودرت هاد البانينو هادو صغيورين، درت الخبز جوجات درتهم كبارين بحال ما هكا، هانتوما هي. دابا ان شاء الله الى عجبوكم رانا نشاركهم معكم، نشارك معكم العجينه ديالتهم. ها هما الخبز وهاد سميتو، هانتوما الا بغيتوهم ان شاء الله راه غنشاركهم معكم. دابا غادي ندير الطبق ديال التقديم، غادي نقدم ندير نحط المرقه وغادي نتلاقاو باش تشوفوا. ودابا التقديم ديالنا ديال الطبق ديال القوق، هانتوما بحال ما هكا كندير ليه، كنتمنى تجربوا هاد الطريقه اللي كندير، كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه، وتنتمنىكم تجربوها وتشوفوا كيفاش جات. ولا عجبتكم هاد الطريقه ديالي دير خليو لي التعليق ديالها وخليو لي جيم، واللي ما مشاركش يشارك، واللي اول مره كيدخل يشوف الفيديو يبرك على الجرس باش يوصلوا كاع من هو جديد عندي ان شاء الله. وتنقول لكم بصحتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.